لا تنسى الضغط على اشتراك ليصلك كل جديد. الحضارة المزيفة. عندما تمل من المجتمع من دخان مصانعه وسياراته والبدلات الرسمية بربطة عنق تشبه حبل الإعدام والحذاء الملمع وكأن الغبار جريمة وكأن التراب لا يعنينا وليس منا وكأننا لم نخلق منه ولن نعود إليه. عندما تمل من ضجيج المدن والتسابق في البنيان، عمارات تهوي أجسادا فقط، يكاد الجار لا يعرف جارا، يلتقون فقط بالمصاعد ولا يلقوا السلام والتحية، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار حتى ظنوا أن الجيران سيرثونهم أيضا. وعندما تمل من ضغوطات المدينة والسيارات المتسارعة بشوارع ضيقة، يكاد يقتل بعضهم البعض من أجل تصادم جدي خفيف أو تجاوز. وعندما تمل من محلات الوجبات السريعة وأكلات الزيت المقلي الذي يصلح للسيارات أكثر من معدة الكائنات الحية، وتمل من اللحوم التي تشبه كثير للماموت الذي عثروا عليه مدفونا بين الثلوج، لحوم مجمدة لسنوات طويلة وصفرت مثل تلك الصواريخ عابرة للقارات. وتمل من التفاح اللامع الجميل الشكل لكنه مشمع خارجيا كي لا يتعفن. وتمل من الخضار المجمدة والدجاج الحي الميت الذي فقد كل ريشه وبالكاد يقف على رجليه أو يفتح عينيه، حي ميت بسبب الكيماويات التي كبر بها. وعندما تمل من حضارتك المزيفة وتحن لعالم الغابة والخضرة التي قال عنها تعالى تسر الناظرين. وكما لا يعلم الكثير بأن النظر للبحر له تأثير علينا نحن البشر، كما أن النظر للورود والنباتات لا تأثير كبير، كما نتفاعل أيضا مع أشعة الشمس التي تداوي جروحنا وجلودنا وتقوي عظامنا. في زماننا صارت الشمس عدوة لنا لا نراها إلا قليلا، وخصوصا للجيل الجديد، جيل الألعاب الإلكترونية. على الأقل جيلنا لعب بالتراب، والذي بالمناسبة يعتبر مطهرا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم منذ زمن بعيد سبق العلماء وأوصى بالتطهر به. وعلى الأقل أيضا جيلنا أخذ قسطا من أشعة الشمس واستمتع بحمام المطر وكنا نلعب جماعات، عكس الجيل الجديد الذي يلعب بمفرده منزوي بغرفته أمام هاتف أو آيباد أو لعبة إلكترونية لا يتحرك ولا يحرك ساكنا. وعندما تمل من حضاراتنا المزيفة وتحن لعالم الغابة والخضرة والورود والبادية والأكل الصحي بعيدا عن الغاز، حينها تبدأ تبحث وتغوص في عالم الفلاحة العصرية كي تمضي ما تبقى من حياتك، تأكل مما تزرع وتلبس ما تريد وتصحى متى تريد لا متى أراد مديرك. وعندما تبحث عن فلاحة عصرنا الحالي تجد نفسك تتحسر لما أصاب مدننا، حتى البوادي تلوثت بالتقدم المزيف، ما عادت الدجاجات تحضن على البيض بل تضع بآلة عبارة عن حضانة بها حرارة معينة تخرج لك الكتاكيت بأسرع وقت، وما عاد التزاوج بين الحيوانات، لقاح صناعي قد يأتيك من دولة أخرى يلقح مثلا بقراتك، فالبقرات ما عادت ترعى، كانت تداوي نفسها بالفطرة، تأكل نباتات معينة عندما تمرض أو عندما يأتي البرد. الآن صارت البقرات تضع بمساحة جد ضيقة محاطة بسياج حديدي كي لا تتحرك وتزيد شحوما ووزنا، فقط تعلف بالكيماويات مثل أصحاب صالات رفع الأثقال. الدجاج ما عاد يأكل الحبوب والنباتات، صار يأكل الكيماويات المركبة، ولا عاد ينام بغروب الشمس ويصحى بالفجر، صار يضع له أضواء وإنارة من للتسخين وأيضا كي يأكل طول النهار والليل فيكبر بسرعة. ها
حتى الحيوانات أصابها السرطان. النباتات والخضر تكبر بطرق غير طبيعية، حتى صار النعناع طويلا بدون رائحة، والبطيخ ضخم بدون حلاوة. حتى البادية أصابها جشع التقدم والحضارة. حتى الأغنام صارت تكبر بطرق غير صحية، وأماكن ضيقة، ولا ترى شعة الشمس إلا بعيد الأضحى.